اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على شكل حفله. هنعمل حفله النهارده من الباسطه، يعني السفره بتاعتنا انواع من الباسطه. صوره حلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. تشكيله من المكرونه من اي سوبر ماركت موجود على المنطقه اللي احنا فيها، او المكرونه اللي موجوده عندك في ادراج المطبخ، ولكن الطعم فولاذ النهارده. هنعمل النهارده الكانولي بالسبانخ. كلنا عارفين عجينه الكانولي بتتعمل ازاي، خلونا نشوف نعمله ازاي بحشوات مختلفه منها السبانخ والجبنه. معانا النهارده الرافيولي باللحمه والطماطم. عجينه الرافيولي هنعملها مع بعض لطيفه وسهله، نفس مدرسه عجينه الباسطه. هنشوف نعملها ازاي ونقدر نحشيها لحمه، نحشيها فراخ، نحشيها جمبري زي ما احنا حابين، وحسب الحشو بنضيف له الطماطم او الوايت صوص. معايا كمان من الباسطه النهارده سلطه لطيفه جدا الاطفال بيحبوها، سلطه الباسطه بالتونه والمايونيز. كلنا عارفينها طبعا، يعني اوميجا 3 يعني معادن يعني كالسيوم في نفس الطبق، ولكن المكرونه هنا بتتسلق طبعا تقريبا 3 ارباع سوا، وبعد كده بتتبرد تبريد جيد جدا وبتخش على التونه والمايونيز. وما ينفعش على فكره استخدم المكرونه وهي سخنه مع مايونيز، هي دي المدرسه. معايا كمان البنه النهارده اللي هي المكرونه القلم اللي بنستخدمها مع المكرونه بالبشاميل، هنعملها النهارده مع البيستو صوص. البيستو صوص مع المغازي له طعم تاني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي ببساطه وسهوله. مع الريحان الاخضر اللطيف، مع الثوم، مع زيت الزيتون، تقدر تضيف التوابل اللي انت حباها معاه. اصبح هنا الفوتوتشيني بتاعنا الالفريدو بتاعنا المشهور في بعض المطاعم، بنروح ندفع في طبق قد كده في الفوتوتشيني الفريدو دي، معروفه طبعا بتاعت مستر الفريدو او الشيف الفريدو، ده طبعا ايطالي الجنسيه، كان الطبق ده اشتهر بيه المطبخ الطلياني، وبنعمله احنا هنا باطعمه مختلفه، نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله بالجمبري، نعمله بالسمك. انا هعملها النهارده بالفراخ المعتاد مع الوايت صوص، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. وحلقات النهارده مميزه جدا، وحفله باسطه بطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف هستاذن مخرجنا الجميل، نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا. ده يهمني جدا علشان نطلع من الجمله المعتاده، عايز نعمل لك سفره حلوه يا حبيبي كلف، وتجيب في الاخر حاجات كتيره قوي، ونوصل للاخر يا اما سفره حلوه يا اما فيها ملاحظات للامانه. يعني احنا النهارده معانا صدور فراخ، معانا زيتون اسود شرايح، جبنه موزاريلا، من التونه علبتين، معانا لوز مطحون مش صنوبر، ومعانا طماطم شيري صغيره، وتشكيله من المكرونه والباسطه اللي موجوده في اي سوبر ماركت على الشارع، معانا جبنه شيدر مبشوره، ومعانا سبانخ والثوم والبصل المعتاد بتاعنا، وكريمه لباني. هي دي كل الماتيريال بتاعي، ولكن السفره بالتاكيد هتكون مختلفه. هبدا باول حاجه الفوتوتشيني الفريدو اللي احنا هنعملها النهارده بالفراخ والكريمه والجبنه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. واعتقد ده اشهر انواع الباستا والمكرونه اللي الاولاد دايما بيحبوا ياكلوها بره. يجي الوايت صوص تقيل شويه، يجي الوايت صوص بارد، يجي الوايت صوص من غير جبنه، تعالوا نشوفوا ايه تفاصيل الاكله دي مع بعض. اول حاجه معايا طاس على النار، ومعايا ميه بتغلي جنبي. طبعا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، المفروض انك انت بتسلقي المكرونه دي مباشره وتضيفيها على الصلصه اللي هي تابعه للمكرونه. بتعملي مكرونه بالوايت صوص، بتعمليها بالسبانخ، بتعمليها بالطماطم. انا دايما احب المكرونه تكمل سواها مع الصلصه اللي هي تابعه ليها. دي مدرسه المغازي. ما نسلقش المكرونه على حده ونصفيها على حوض الغسيل او حوض المطبخ، وبعدين نسلقها نغسلها بميه وفي الاخر نحط لها الصلصه. انت هنا مش هتلاقي طعم خالص، هتلاقي الطعم في سكه وطعم المكرونه في سكه. انا بقطع الفراخ كده جوليان او رفايع صغيره كده بالشكل ده كده. ما عندكيش صدور فراخ، عندك فراخ وكنت عامله ملوخيه من امبارح، صدر فرخه هتسحبيه من الثلاجه مستوي، تقطعيه وتخليه وتقطعيه بنفس الطريقه وتحطيه على الوايت صوص اللي هي الكريمه مع بعض، وتشوف ازاي هنعمل الوايت صوص بتاع الفريدو مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. فوتوتشيني يعني مكرونه عريضه، موجود منها في السوق دلوقتي اشكال مختلفه، في منها الاخضر واخد طعم السبانخ، في منها البيضه العريضه، هي موجوده على الشاشه قدام حضراتكم. وفي منها اكياس يعني برضه عشان نبقى احنا عارفينها باسماء مختلفه في السوق. بقطع الفراخ بالشكل ده كده، ولازم الفراخ تكون بنفس الطريقه
رفيعه كده وما تاخدش وقت كبير في السوى. يوم ان انا اقطع صدر الفرخه شرايح الاول قبل تقطيعه، يبقى معايا كده اهو، شايفين الجو ده كده اهو. قطعنا الفراخ، معانا بصل وتوم في المقادير، مقادير على الشاشه شفناها حبايبي، بصل وتوم، كريمه لباني، التوابل بتاعتنا زعتر وملح وفلفل. دايما انواع البسطه بريئه من الكمون والكزبره الناشفه والقرفه، دول ثلاث حاجات يعني لا يفضل استخدامهم في انواع البسطه. زي تاني كمون، كزبره، والقرفه، والجنزبيل احيانا. حلو الكلام اهو. لو هعمل مبكبكه، لو حطيت لها جنزبيل بعملها بلحم ضاني تبقى لطيفه وحلوه. حطيت زيت زيتون يا عم الشيف، بحط على زيت الزيتون ده بصلايه ناعمه. فين البصل معانا؟ حلو الكلام اه. ما بخليش البصلايه تتحبر هنا، ما بخليهاش تاخد لون، وانزل بالدجاج اللي انا مقطعه بالشكل ده كده اه، وحمص الدجاج مع البصله. وانا بحمصه وبقلبه بحط التوابل بتاعتي اللي هي الزعتر المعتاد والملح والفلفل اه. خلصت الاكله. معايا ميه بتغلي جنبي، والميه دي حاطط فيها عودير روزماري، بديها فليفر يعني، تسلق فيها المكرونه، حاطط فيها زيت، حاطط فيها شويه ملح. فراخ تتشوح كده، اللهم صل على النبي. بحط الزعتر بتاعي. فين الزعتر؟ حلو قوي اه. يقوم ريحه البصل هنا اه، ده زعتر. معانا في طريقنا روزماري. طلياني المطبخ يعني زيت زيتون محترم، يعني زعتر وريحان والحبق، يعني الروزماري. الاعشاب دايما موجوده في المطبخ الطلياني معروفه. اللي بيخلي مطبخ عن مطبخ ونعرف المطابخ من بعضيها تركيبه التوابل او انواع التوابل. طلياني يعني زعتر، روزماري، زيت زيتون، كل ده مع بعضنا. الوايت صوص، الريد صوص اللي هي صلصه الطماطم. اما التشاينيز مثلا لو اروح على المطبخ الصيني يبقى صويا صوص وزيت السمسم وصلصه المحار، الحاجات اللي هي بتدي فليفر حلو ده، بس طبعا الملح هنا بيبقى قليل جدا استخدامه. حلو الكلام؟ اه. مطبخ شرقي بقى، خدي من عندك الكمون والكزبره والحبان والبهار الحلو والحاجات اللي احنا عارفينها اللي بتعلي الطعم وتعلي التست. الفراخ هنا زي الفل. تمام؟ بنبدا نستعين بشويه ميه سلق المكرونه اهي. حلو قوي، دي مدرسة اه. واسيب الفراخ دي يا عم الشيف تستوي شوية آه. الله، حلو قوي. هستأذن فريق العمل الجميل، نطلع مع بعض مع مقادير عجينة الرافيولي باللحمة المفرومة. نقدر نعمله بالفراخ؟ نقدر. نقدر نعمله بالجمبري؟ نقدر. مقادير الرافيولي: دقيق كوبايتين، معلقتين زيت، رشة ملح، معلقة سكر، مية دافية. بنعجن العجينة، عجينة الرافيولي بنفس الطريقة اللي هي نفس عجينة الشيش برك تقريبا. حلو الكلام. عملنا العجينة وجهزناها مع بعض اختصارا للوقت بتاعنا، لأن وقتنا من ذهب، بنستغل كل ثانية وكل دقيقة فيه علشان نقدر نطلع بنتيجة. معانا اللحمة المفرومة ومعانا العجينة جاهزة. مخرجنا الجميل، العجينة هي زي الفل. بفرد العجينة دي يا عم الشيف وابدا ان انا اتعامل معاها واشوف ازاي هعمل الرافيولي. خلونا الاول نوسع لنفسنا كده، ربنا يوسعها علينا ان شاء الله، نشيل كل حاجة كده علشان افرد العجينة. انا بتبل دلوقتي اللحمة بتاعت الرافيولي، فص ثوم، شوية ملح، شوية فلفل. حلو الكلام. واعجن حته اللحمه دي كده بالتوابل دي اه، وافرد العجينه دلوقتي، وبفنجان القهوه تقطعي عجينه الرافيولي اه. ما بتتحطش لحمه مستويه يا شيف؟ لا، لحمه نيه. واقول ليه دلوقتي؟ لما احنا نحشي مع بعض ونسويها في الفرن، او ان احنا بنعمل لها بخار ونشوف ازاي هنعملها مع بعض اه. عندنا النشابه، اللهم صل على النبي.
نشيل ده كده ورا وناخد العجينه بتاعتنا دي كده نفرد حته. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة الرافيولي مهم جدا انك انت تخدميه عليها وتسيبيها تريح شويه العجينه عشان لما تفرديها تبقى رؤيها معاك، مش عايزها سميكه. اهو والرافيولي موجود اشكال، تعملي شكل نجمه، شكل الحلزوني، شكل قوقعه صغيره كده، هتشوفوا هيعملوا ازاي انا دلوقتي مع حضراتكم حالا. اللهم صل على النبي. تاني شفت العجينه من غير دقيق خالص. شيل دي من هنا ورا عشان انا شايف ان هي ممكن تقع مني. اللهم صل على النبي. اللحم اللي هو قريب لكباب الحله بتجيب حته لحمه هبره بتقطعها مكعبات. اللحم ده ما ياخدش ميه خالص يا ابو حميد. بتجيبه مع بصل يتقطع مكعبات، والصعيد مشهور بالبصل الحلو البصل الاحمر. بتجيب البصل الصغير الحلو ده تقطع الواحده على اتنين وتحمر البصل مع اللحمه وتوطي النار كانك بتدمس فول يا ابو حميد والناسه كده حلو، وتسيب اللحمه تتعرف على البصل لمده تقريبا ساعه زمن، نار هاديه جدا هتطلع لك اللحمه حته ملبسايه زي الفل، وتحط البهارات بتاعتها ملح وفلفل وشويه كمون، واذا حبيبها تبقى سبايسي قطع عليها فلفل حار، وهعملها لك ان شاء الله يا ابو حميد عشان خاطر السعيد الجميل. معانا عجينه الرافيولي مع بعض، تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مين يا غالي؟ يا امين. الو باشا. اي يا امين معاك. مين يا غالي؟ الو. ايوه باشا. اي حبيبي. اي امين معاك يا امين اتفضل. الو. وقت التلفزيون يا غالي. يا امين راح. امين شايفين العجينه؟ اهي بفرتها كده. اقول لك على سر بقى، لما يكون عندك عجينه زي دي كده وبتقطعها بالشكل ده كده، ريحي العجينه بعد ما تفرديها. يعني ايه ريحي العجينه يا عم الشيف؟ يعني شيلي العجينه من على الرخامه او من على البلانشه اللي بتفرد عليها او من على الخشبه او الرخامه علشان تاخد الشكل بتاعها. تقوم العجينه ما تقصرش منك تاني. ايه الجمال والحلاوه دي؟ تعالوا مع بعض نعمل الرافيولي. باخد حته لحمه كده. نعم يا غالي. امين. الو. طيب بعمل رافيولي اهوت بطريقه سهله خالص. بحشيل اللحمه اللي فيه دي، ممكن تكون فراخ مفرومه، ممكن تكون جمبري، ممكن تكون سمك فيليه زي ما انت حابه. ممكن يكون مشروم مفروم ناعم. في حاله لما نعمله مشروم مفروم ناعم بنحط ماده جيلاتينيه تمسك المشروم. عينيا نطلع. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاسرار عمل الباستا النهارده. وقلنا الحلقه النهارده حفله باستا بافكار بسيطه وسهله وغير مكلفه، ولكن الطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف شغال في شويه كارينولي، قصدي رافيولي، الاتنين على وزن واحد بس العجينه مختلفه. طبعا الرافيولي اللي معايا ده قلت لحضراتكم حشوات مختلفه بعمله كده، زي اكله مشهوره من المطبخ اللبناني اسمها شيش برك. شيش برك باللبن، شيش برك بالطماطم، بنفس الطريقه. الحشوه بتكون لحمه ضاني مفرومه، يفضل تكون ضاني وتكون دسمه شويه، وتتحط بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها دي كده، وبيطبخ له طبخه لبن، لبن نشا بيضه، يغلي اللبن على النار، بنعمل له الطشه بتاعته، كزبره خضراء، توم، معلقتين دبس الرمان حسب الرغبه،
شويه عصير ليمون، وبعد كده نحط شيش برك بعد ما بيستوي في الفرن ياخد غلوه. نفس القصه مع الرافيولي اللي انا هعمله دلوقتي اهو، انا هعمله بالطماطم واللحمه. هعمل صوص طماطم دلوقتي، طماطم معصوره، بصله وتومه، ده المعتاد ومعروف في المطبخ الطلياني نوعين من الصلصه. الريد صوص بسمينه الذهب، صلصه الذهب انا بسميه كده، هم يسموه زي ما يسموه، لان ده وجوده في المطبخ الطلياني بيطلع منه حاجات كتير قوي. والصلصه الفضيه اللي هي الوايت صوص اللي هو البشاميل، تقيل خفيف ايا كان بيطلع منه اشكال كتير قوي. دول طالما موجودين مع الشيف الطلياني في قلب المطبخ، هو بقى بايه بيقسم زي اللي قاعد على البيانو كده، يطلع كل مقطوعه موسيقيه حسب ايه لمسات ايده. هو نفس القصه عندنا، الوايت صوص والريد صوص موجودين مع شويه زيتون، شويه ريحان، شويه زيتون مخلي اخضر اسمر زي اللي معايا ده كده. ادي العجينه بتاعتي زي الفل. ده عجينه الرافيولي زي الفل، هندخله الفرن دلوقتي مع بعض من غير ما نحط له اي حاجه، في درجه حراره 180 يا فاروق. حلو الكلام، بيستوي معايا زي الفل. اقفل عليه الفرن، بياخد ويتشمع. بعد التشميعه دي بيطلع يلاقي صوص طماطم لطيف. نيجي نشوف الفيتوتشيني الفريدو اخباره ايه. الدجاج استوى؟ اكيد استوى، خد وقته من السوى. بنقفل الاكله دي ونغرفها لحضراتكم سريعا. انتوا عارفين انا قطعت الرافيولي بايه؟ المفروض يبقى معايا فنجان قهوه، ما لقيتوش. جبت الغطا بتاع التوابل واشتغلت. انا عايزك كده في المطبخ بجد والله العظيم. الست الشاطره بتعمل كل حاجه بحب في المطبخ. غطى التوابل ده وعملناه. انا بعمل دلوقتي صوص حلو للرافيولي بتاعي. اشكرك يا غالي. حطيت زيت زيتون، شفت انا بعمل ايه؟ روزماري حلو، وحمص الروزماري ده يا عم الشيف مع فص توم محترم. يا نعم، الفريق العمل الجميل بتاعنا، يا ريت تشوف مقاديرها على الشاشه بعد اذن حضراتكم. الله يبارك لكم. نحط الوايت صوص بتاعي اهو. انا بقفل اكلتين دلوقتي اهو، ده الفوتوتشيني، حطيت كريمه لباني، اللهم صل على النبي، واحط كمان مكعبين من الزبده، والزبده ده اختياري برضو. ممكن ما تحطيش زبده وتخليها شويه ايه هيلث. معانا المكرونه المستويه ثلاث ارباع سوا اهي 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 اهي، اللهم صل على النبي. مكرونه شفت دي الفوتوتشيني خلصت الاكله. تقليبه حلوه وهغرفها سريعه شفت المكرونه ده الفوتوتشيني بتاعنا مع الوايت صوص. ممكن يتعمل بالطماطم يا شيف؟ لا، لازم زبده ولازم حليب ولازم دقيق. ممكن تشكليها بقى بالجمبري بالفراخ. خلص الفوتوتشيني بتاعنا زي الفل، هغرفه دلوقتي سريعا. عايز تحط جبنه على الوش بارميزان، اهلا وسهلا. نيجي لصوص الطماطم بتاعنا، روزماري مع توم وزيت زيتون. هننزل بصوص الطماطم بتاعنا، اللهم صل على النبي. يطلع الرافيولي من الفرن يعوم في قلب الصلصه دي. توابلها يا عم الشيف ملح وفلفل وزعتر، كمون نو، كزبره ناشفه نو، قرفه ناعمه نو. خلصت الاكله دي. ادي نوعين من المكرونه طلعوا معانا، ونركن الصوص ده على جنب. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل الكانينولي بالسبانخ. مقاديره على الشاشه بطريقه جديده النهارده. مقادير الكانينولي على الشاشه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الطبق ده جاهز. اغرفه كده نتفرج عليه مع بعض. ده اول طبق طلع معانا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اغرفه في الكسرولة دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. مستر الفريدو فيتوتشيني العب. هو دي طلع المكرونه دي زي الفل تمام. ده طبق اول زي الفل بالفراخ ده خالص كده تمام. بنحط شوية ريحان على الوش كده زي الفل، وده خلص. ممكن تحط جبنة بارميزان أو تحط جبنة شيدر حسب الرغبة. معانا جبنة شيدر شوية كده على الوش. هو ده الكلام،
اللهم صل على النبي. خلص الطبق ده، تخش على اللي بعده. صوص الطماطم على النار، نار هاديه كده عشان ما يغرقلكيش البوتاجاز وتزعلي مني اهو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكانينولي. معانا سبانخ، معانا سبانخ اهي، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا عجينه الكانينولي. تعالوا نشوف مقادير الكانيولي بتاعي. ده وايت صوص، انا عايزك تعمليه بالطريقه اللي انا بعملها دي كده اهو. شفت انا عملت ايه؟ ده وايت صوص، يعني صوص بشاميل اهو. بخلي دي هنا كده، وعندي صوص الطماطم اللي انا شغال فيه، باخد منه شويه. ايه الجمال ده يا شيف؟ شفت الجو ده كده اهو، وهنلف الكانيولي بتاعنا دلوقتي نحشيه ايه؟ سبانخ وجبنه. اه ده طبق تاني اهو معانا. عينيا حبيبي، اللهم صل على النبي. نشوف مع بعض الرافيولي. خلص الرافيولي اه بص عليه كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه صوص الطماطم اتعتق على النار. اه جيب لي الرافيولي الله يبارك لك. بص اللحمه استوت. ايه الحلاوه دي؟ خلص الرافيولي وانا شغال. عجينه عملتها قدام حضراتكم، كوبايتين دقيق عشان الاخت اللي كانت بتسال، بياخدوا معلقتين من الزيت، بياخدوا رشه ملح، رشه سكر. الله، وادي كمان طبق خلص زي الفل. خلص الرافيولي زي الفل. هغرفه واطلع فاصل على طول علشان انا عايز الصوره الحلوه نشوفها مع بعض. بحط عليه شويه كريمه لباني. يا ويلي، جبنه، نحط جبنه، ولادك بيحطوا الزياده جبنه، زودي جبنه. يلا خلص الطبق التاني. هغرفه كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ من صنع ايديا وحياه عينيا، ادي الطبق بتاعنا. عايز اغرفه الطبق ده حلو. ده الرافيولي باللحمه، وناخد بعضينا اهو ونطلع فاصل صغير عشان نرجع نشوف بقيه الحلقه بتاعتي، والحفله تكمل باكله باستا النهارده متنوعه الشكل والطعم، والطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجينه الكانيولي عملناها مع بعض كذا مره، عباره عن كوبايتين من الدقيق، بتحط عليهم ثلاث بيضات في قلب الخلاط مع كوبايه حليب، نص كوبايه ميه، معلقه ملح صغيره، ومعلقه سكر صغيره، وبتضربهم في قلب الخلاط. تاخدها بعد كده تحطها في بول ازاز، كسرولة ازاز، وتخليها على جنب لمده 15 سم. بعد كده بتجيب الطاسات اللي عندك بتاعتك وبتاعت الجيران، وبتعمل لك 20 30 واحده، 40 واحده. تعمليه بقى زي ما انت حابه، تحشيه لحمه مفرومه، تحشيه سبانخ، تحشيه جبنه القريش بتاعتنا الحلوه دي، زي ما انت عايز. انا هعمله النهارده بالسبانخ. طبعا في الفاصل عشان يبقى فيه المصداقيه، انا عملت اربعه حشيهم من جوه سبانخ. تعالوا نعمل مع بعض ونحشي واحده كده واحنا شغالين.
اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. بجيب السبانخ الحلوه دي كده اهو، هو ده الشغل الدلع بقى اهو، سبانخ ورقيه من خير ارضنا، بنحط عليها سبانخ مسلوقه، سلقتها اهي في شويه ميه صغيرين وشويه ملح عشان كده لونها اخضر، خضار على خضار. حلو الكلام. دي وحدايا انا عاملهم كلهم بنفس الشكل، باخد شويه جبنه موزاريلا اهو اهو اهو، باخد كمان شويه جبنه شيدر اهي، دي حشوه واحده، الاربعه دول نفس الحشوه، باخد كده اهو اهو، اقفل اقفل قول لي اقفل اهو 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 اهو، على فين يا شيف؟ جنب اخواتها. خلصت الاكله الحلوه دي كده اهو. ناخد عندنا صوص طماطم، اللهم صل على النبي اهو. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ النهارده حفله باستا. ده صوص طماطم اللي هو الريد صوص. نعم يا غالي اؤمر. اه حبيب قلبي تعالوا نحط مع بعض شويه وايت صوص. شفت الشغل ده كده؟ درجه حراره الفرن عندنا 180 اه، ما تكتريش صلصه كتير زي ما هم كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط شويه جبنه. نستاذن فريق العمل مقادير الباستا سلطه بالتونه والمايونيز، الاطفال الحلوين اللي بيحبوا السلطات بالمايونيز، بما النهارده حفله باستا فهنعمل كمان السلطه باستا بالتونه والمايونيز. المقادير على الشاشه، مكرونه حسب الرغبه، يفضل يكون شكل هندسي. حلو الكلام. وبعد كده يا عم الشيف معانا مايونيز ومعانا فص من الثوم، رشة زعتر حلوة كده بحبها دايما مع الجبنة لما بتخش الفرن اه. حلوة دي تحت ولا فوق يا فاروق؟ قولي قولي ولا تخبيش يا زياد اه. هنا تاخد لون وتاخد شكل. معانا السبانخ مستوية، عجينة الكانولا مستوية، الوايت سوس واخد السوا بتاعه، الريد سوس واخد السوا بتاعه، بحطها في الفرن كده لمدة 10 دقايق. تعالوا مع بعض هنعمل دلوقتي البستو صوص، اللي هي صلصه البستو اللي موجوده في السوبر ماركت، برطمانات صغيره كده بندفع فيها مبلغ وقدره. تعالوا الشيف المغازه يعملوا ازاي بطريقته. المقادير على الشاشه، كبه معانا محترمه لازم تشتغل. حلو، ونحط المقادير دي كده. على فكره صلصه البستو ممكن تاخد توم وممكن ما تاخدش توم، عشان حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي، والتوم اختياري اهو، ده توم الله عليك، وده لوز يا مزاجك اللوز اهو، توم ولوز، والتوم نستغنى عنه ما فيش مشكله اهو. الصلصه دي اعملها مع حضراتكم عشان تعمليها وتحطها في برطمان المربى، برطمان المربى او برطمان العسل، وتحطيها في قلب التلاجة تستخدميها وقت ما انت حابه. حلو الكلام. الريحان الاخضر. نعم يا غالي الصوت مش سامعه. البيستو صوص حلو تمام اهو، ده ريحان ونزود الريحان اهو اهو، ريحان اخضر مش بقدونس. ونحط يا عم الشيف زيت زيتون، اللهم صل على النبي اهو. يلا المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، والطعم فولاذ النهارده مع حفله باستا، كل ده مع بعضه. ما حطيتش ملح يا شيف؟ مش عايز احط ملح، الملح ما يتحطش خالص معاها اه. خلص الكلام. ادي الصلصه بتاعتي، ولازم تعمليها النهارده وتحطيها في الثلاجه تستخدميها وقت ما انت حابه، في برطمان كده على جنب تقدري تستخدميها زي ما انت حابه. خلونا كده نفضيها قدام حضراتكم ونشوفها، مهم جدا عايز حضراتكم تشوفوها. ده البيستو صوص على طريقه المغاز اه، شايف القوام اللي نازل ده كده اه، قوام فولاذي اه. اوعي تسيبي حاجه في الكبه، دول مكلفين، لوز
وتوم وزيت زيتون وريحان، حزمة الريحان بالشيء الفلاني. معلش انزل اللي فيها ده كده، مهم جدا. نعم يا غالي، والله انا ما بحبس ان احنا نحط روزماري. انت عايزين روزماري حط روزماري. الصلصه دي اللي بيميزها طعم الريحان الاخضر مع اللوز. المكرونه هنا بتاخد نفس الطعم، خلي بالكم. حتى المسمى العلمي لطبق المكرونه طالما فيها البيستو صوص بيخش جواها. هنعمل طبق مكرونه دلوقتي بالصلصه دي. نعمله ازاي؟ احنا مع بعض اهو. ده بيتحط ببرطمان وتكتبي عليه كده صلصه البيستو على طريقه المغازي. عشان تعملي سمك تدخليه في صلصه السمك، بتعملي جمبري تدخليه في صلصه الجمبري، بتعملي فراخ دخليه مع تتبيله الفراخ زي ما انت حابه، والاستخدام منه القليل يكفي. هنحط توم في قلب الطاسه؟ لا. هنحط زيت؟ لا. ايه المكرونه اللي هنستخدمها مع البيستو صوص؟ مكرونه بنه بتتسلق في الميه هنا مع قليل من الزيت والملح. اهي جيبوها لي يا شباب. مكرونه والميه بتغلي معايا دايما طول ما انا واقف في المطبخ الطلياني، عليها زيت زيتون وعليها ملح وعود روزماري عشان يبقى الفليفر حلو. تعالوا نعمل طبق المكرونه ده سريعا. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ يا نعم. البيستو صوص نزل على المكرونه، غرقها، خد الطعم الايه؟ بس مش تحطيش بقى حاجه ثانيه. عايزه تجودي وتبقى احسن مني؟ عندك شويه جمبري؟ اهلا وسهلا. عندك صدر فرخه حلوه كده؟ اهلا وسهلا. بس ما تدوحيش حاجه ثانيه بقى، هو ده. يا فراخ، نساير من الفراخ كده او قطع من الفراخ. ناخد زبده يا شيف؟ لا، زيت الزيتون كفايه. طبعا المكرونه ده معروف بالطعم ده. والمكرونه تنزل نص سوا، وتستعيني تاني مره بشويه ميه من سلق المكرونه لاكتمال السوا. الله، حفله باستا. نخش على اللي بعده. الباستا سلطة هنعملها بالتونه. هستخدم البيستو صوص بتاعي معايا اهو. بنجيب الكاسرولله اللي انا سالق فيها المكرونه الحلزوني. دي المكرونه اهي. بحط عليها شويه زيت زيتون عشان اقلبها. اللي هو السؤال، معلش. حلو. عينيا. الوايت صوص بيتعمل ازاي؟ سؤال مهم جدا على فكره. بجيب نشا، سوري، الوايت صوص عباره عن بشاميل خفيف، معلقتين من الدقيق، معلقتين من الزبده، وواحد كوب من الحليب. بندوب الزبده مع الدقيق على نار هاديه عشان الدقيق ما يتحرقش ولونه ما يتغيرش. ننزل بالحليب على مراحل لغايه لما يبقى معايا قوام. عايز الوايت صوص المسمى بتاعه، بنخليه خفيف شويه وبنضيف لها كريمه لباني، ده الوايت صوص. عايزينه بشاميل تقيل شويه، بنخلي القوام تقيل شويه وممكن نضيف كريمه لباني حسب الرغبه. ادي السلطه بتاعتي، بحط عليها شويه زيتون. يا نعم. والكيكه الاسفنجيه بتتعمل ازاي؟ بنجيب صفار 5 بيضات على حده، وناخد البياض بتاعهم، ده تونه اهيت، ونخفق البياض لغايه لما يكون عندي هش كده. وبعدين بناخد صفار البيض، بننزل عليه شويه فانيليا وشويه ملح وواحد كوب من السكر، ونقلبهم مع بعض. وبعد كده نخلط البياض اللي احنا خفقناه مسبقا. شايفين انا بعمل ازاي؟ الطماطم، التونه اهي، مع الصفار بالدقيق، ونحطها في قالب مستطيل تقريبا 40 في 60 يا عم الشيف، وندخلها في الفرن في درجه حراره 180. بتعمل ايه يا شيف؟ بحط البيستو صوص يركب مع التونه. يركب مع التونه. بجيب مكرونه بينا يا ست الكل، وبتتسلق نص سوا، ونجيب البشاميل ونجيب البولونيز لحمه مفرومه، ونخلي الصوص كتير شويه. الله، شفتوا المكرونه دي كده؟ ايه الجبال ده يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ حفله باستا. اللون مختلف لكل طبق باستا، والطعم مختلف، ودي الشطاره. الله. هو ده. عايزه تضيفي كريمه لباني؟ ضيفي حسب الرغبه. نوع جبنه انت بتحبيه؟ حسب الرغبه. ولكن انا مع ان البيستو صوص يكون هو سيد الموقف، ما تحطيش حاجات كتيره قوي.
عشان الطعم ما يهربش مننا. ممكن تزينيها بطماطم زي ديت اهو. حلوه الطماطم الشيري دي لما تكون عندك في المطبخ كده بتساعدك تقدمي ايه افكار حلوه. خلص الكلام نخش على طبق السلطه بتاعي. السلطه النهارده باستا بالتونه مع المايونيز حالا دلوقتي اهو معايا خس حلو كده لونه حلو. بجيب طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونغرف السلطه دي هنا. الخس ده ممكن يكون سعره غالي شويه بس عندك عزومه عندك حفله زي اللي انا عاملها النهارده ايه المانع كده لما نجيب من الخس ده كده وحدايه وتخليه في ميه عندك وفي الثلاجه كل يوم تطلعي منها كده قطعتين وتزيني طبق السلطه بيدي شكل حلو وبرزنتيشن حلو للطبق اللي بتعمليه. طيب انا بس عايز اعمل السلطه دي حاجه كده اضيف عصره ليمون عشان السلطه دي لازم نظبط الطعم فيها لان فيها مكرونه وفيها تونه وفيها مايونيز هو ده المهم اهو. اخدت زي ما هي كده. ايه الحلاوه دي يا عم؟ حاضر. شوفوا اللي في الفرن انت ابن حلال والله. في كانينولي هنفتح عليه ونسمي عليه دلوقتي. السلطه دي يفضل ان الزيتون يشارك معاها ولو عندك زيتون اخضر واسود الاثنين مع بعض يبقوا حلوين. عندك الكابر الصغير اللي هي بذور الخيار اللطيفه دي سعرها غالي شويه ممكن تشارك زي الفل تمام. شفتوا دي اهو طبق المكرونه ده جامد جدا فيه طبعا اوميجا 3 التونه الاطفال بيحبوها والمكرونه كمان كربوهيدرات ومفيده جدا اهو. وفي مكرونه على فكره دورت عليها في السوق بجد ما لقيتهاش مكرونه ملونه كده بنفس الشكل ده كده ما لقيتهاش. انا بحب دايما اعملها سلطه اهو. طبق السلطه ده جاهز كده زي الفل. اطلع الكانينولي بتاعي من الفرن يا رب ما يكونش اتحرق. المال الحلال ربنا يبارك فيه. المكان ما فيهوش ما فيش مكان فاضي يا فاروق اعمل فيه اروح فين؟ احط على البوتاجاز اكل؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ده الكانينولي بتاعنا محشي من جوه سبانخ. اللهم صل على النبي. حلو قوي. عايز حضراتكم تعرفوا حاجه مهمه جدا. لما تخش المطبخ تعملي انواع المكرونه هتقولي انا مش هقدر اعمل الوقت ده كله مع الشيف. لا لازم يكون عندك حاجتين مهمين جدا. المزمبراس اساسي ميه بتغلي على النار والصوصات لازم يكون عندك صوص طماطم والوايت صوص بتاعك اللطيف الحلو ده هيساعدك في انك تعملي افكار حلوه. شايفين الجو ده كده؟ نروق السفره بتاعتنا. ده جبنه برده ممكن نحطها كده اللي حابب يضيف جبنه على المكرونه حسب الرغبه ونروق الدنيا بتاعتنا. زي الفل. عملت ايه النهارده يا شيف في عجاله كده؟ اشتريت انواع من المكرونه، عملنا عجينه الكانينولي، عجينه الرافيولي عملناها مع بعض، مقاديرها بسيطه وسهله وطبق جديد تقدري تحشيه حشوات مختلفه، عملنا مكرونه مع البيستو صوص وشفنا اتعمل ازاي سريعا، اساسي طبعا ريحان وزيت زيتون مع لوز مطحون ناعم، وعملنا المستر الفريدو اللي هي الباستا الفيتوتشيني الجميله بالفراخ تعمليها باللحمه تعمليها بالجمبري تعمليها. عملنا باستا سلطه بالتونه لطيفه وحلوه مع المايونيز وطبق الكانينولي ده جامد جدا لان جواه معادن جواه حديد تقدري تحطي معاه جبنه تحطي لحمه مفرومه حسب الرغبه. السفره برضو ايا كان فيها حفله باستا حفله شاورما لازم طبق السلطه الخضراء يكون موجود على السفره يوميا ده معانا باشكال مختلفه وبطعم مختلف. رايه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.